ما رضا الله إلا برضا الوالدين. مساء الخير، مساء النور، تحية رياضية لأحلى مشاهدين. الليل الاثنين 18 ديسمبر 2023 موعد جديد مع برنامج ملعب النجوم في البرمجة الرياضية للموسم السابع التوالي في القناة الفضائية تونس نقل. قبل ما نرحب بالسادة ضيوف الكرام، خليكم تشوفوا شنو يستناكم في سهرية الليلة ونرجو نتوكلوا على ربي. مرحبا بكم في برنامجكم الرياضي ملعب النجوم، وين باش تسهروا معنا ليلة من خلال هذه المواضيع والفقرات. بعد كلمة حرة، قبل شهر من انطلاق كان الكوتيفوار، ماذا عن قائمة اللاعبين والأجواء في صفوف المنتخب وحظوظ نمسور قرطاج في هذه المسابقة؟ ما حقيقة التحرش الجنسي المتهم به موظف الجامعة التونسية لكرة القدم؟ اربح مع البرومسبور وفلوس البرومسبور وقراءة في القصاصة العالمية عدد 546. ويتواصل السباق نحو رئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم، هل يسحب زبير بيا البساط من تحت أقدام الراغبين في خلافة وديع الجري؟ أي حظوظ للأندية التونسية في المسابقات القارية؟ النيابة العمومية تفتح تحقيق بخصوص شبهات الفساد بالملعب الأولمبي بسوسة. تكريم خاص للأسطورة عبد المجيد الشاتيلي من خلال روبريك نجوم في القلب. ما حقيقة الفساد المالي والأخلاقي في الجامعة التونسية للمصارعة؟ كاميرا البرنامج تواكب دورة كرة الصداقة. ملف خاص حول جمعية النجم الرياضي بالفحص. متابعة طيبة لأحلى مشاهدين. للحديث في كل هذه المواضيع وهذه الفقرات سعيد جدا باستضافة الضيوف الأعزاء. نبدأ على يميني الإعلامي القدير سامي العكريمي، مرحبا بك. أهلا بك وأهلا بالحضور وأهلا بالمشاهدين. سعيد جدا كذلك باستضافة المدرب القدير سي عمار صويح مرة أخرى في برنامج ملعب النجوم، مرحبا بك، نورتني بحضورك. وبيك صاحبي وبالسادة الحضور وبالسادة المشاهدين. فرحان زادة بحذايا الليلة، لاعب عطى برشا لكرة القدم التونسية للنادي الإفريقي وللمنتخب الوطني عبد الرزاق شحات، نورتني بحضورك، مرحبا. شكرا سي صاحبي على الاستضافة، بارك الله فيك. مرحبا بك، مرحبا. سي صالح مرحبا. مرحبا سي صاحبي، مرحبا بالحضور، مرحبا بالضيوف ومرحبا بالمشاهدين الكرام. سعيد كذلك وفرحان برشا باش يكون معنا نجم بأتم معنى الكلمة، عطى برشا للترجي، المستقبل مرسى، لعب في ليتوال، لعب في مسيرة احترافية لبرا، لعب في الاتحاد المنستيري خمسة وخميس عليه باش ما ناخذوش بعين. حكيت عن النادي الافريقي بالطبيعة، نحكي على قلب الأسد وليد الهيشري المحلل الفني المتميز حاليا، مرحبا بك، أول مرة بحذانا وأنا سعيد بوجودك معنا وليد. عايشك وبيك صاحبي، انا زاده فرحان بحذاكم، مرحبا بخواتي الكبار، ديما خاطر تو سي عمار وسامي وسي صالح وعربي وسي عبد الرزاق، معناتها نعتبرهم اخواتي في الكوره، دونك نسلم عليهم ونسلم على الناس اللي يتفرجوا فينا، وان شاء الله تعدى ايميسيون حلوه ان شاء الله. وليد برج العرب راهو زاد عنده معلم 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 وليد، نحبوا برشا يا وليد. عربي سنقريه صديقي وعشيري، مرحبا بك. مرحبا بك سي صاحبي ومرحبا بالخيال الكل، سي شحات سي وليد وسي المدرب الكبير سي عمار، ضحايا البرو الكف ضحايا الكف برو، والله العظيم والله شيء، والله العظيم شيء حز، والله العظيم دامتش الحد، والله لا دايما الحد الدنيا ذي. ما يبقى سي عمار من القامات الكبيرة في تونس، وحد ما ينكر الشيء ذي، قامة من قامات الخطر، صعيب مش تلقى مدرب رينا جميع الأقسام. أنا كل التقدير والاحترام لسي عمار. يعطيك الصحة. ملحص حاس. يعطيك الصحة عربي سنقري. نزيد نذكر يلتحق بنا إن شاء الله في الزون بتاع الحديث التعليل حسين الخرازي رئيس الجامعة التونسية للمصارعة باش نحكي برشا برشا اتهامات بالفساد المالي والأخلاقي لهذه الجامعة، هذا ما يقال في الكواليس، عندنا أطراف جاونا سجلنا معاهم من بعد نتفرجوا مع بعضنا في الفيتيار، لكن استدعينا السيد حسين الخرازي اللي شخصيا ننزه من كل هذه الاتهامات، رجل معروف بأخلاقه العالية، لكن باش نطرح عليه ما يقال في الكواليس وتبقى الكلمة ليه كيف يحضر معنا. سيد المخرج سيد غيم، نبدأ كيف العادة بكلمة حرة. أي سي صالح نبدأ معك أنت، إيش عندنا خويا؟ صاحبي كلمة حرة نحب نحكي كلمة على كلمة حرة مش محاضرة. لا عاد تاكل جمعة سداري محاضرة. أيوة نعاود هيك خاطر تطول أكثر واحد. لا ما نطولش. مش نحكي على بطولة العالم الأندية اللي قاعدة تدور توا في السعودية، أما مش نحكي على
البطولة في شكلها جديد حسب الندوة الصحفية اللي قام بها البارح انفانتينو رئيس الفيفا في جدة، واللي كشف فيها على البطولة اللي كيفاش باش تولي ولي كونديسيون نتاعها. البطولة هذه باش تولي كأس عالم للأندية، باش تدور النسخة القادمة في أمريكا، ما عادش في جانفي، باش تولي في جوان، ما بين جوان وجويليا، تدوم شهر، فيها 32 فريق، أحسن الفرق المتواجدين مش المتوجين، معاهم يكونوا أحسن فرق اللي موجودة على في الساحة العالمية. وهنا هذا جديد، باش يوليو ثمانية وي بول دو كاتر، يلعبوا الكل ضد بعضهم، يترشح الأول والثاني، يصير كارت فينال، دومي فينال وفينال، باش يولي كوب دو موند كاريمون، كيما الكوب دو موند، ومش تولي امتيازات أكبر وأكثر. ولهنا ديجا عندنا فكرة على الجمعيات الكاليفي من العرب، دو موان نحكيو على العرب، الأهلي المصري، الوداد البيضاوي، والهلال السعودي، هذا من الفرق اللي ديجا ضامنين المشاركة في أول كأس عالمية اللي مش دور نهار 15 جوان 2025 حتى 28 جويليا 2025 على الأراضي الأمريكية. تعرف لواش فورمول جديدة هذه؟ باش يزيد انفانتينو يحط فلوس في مكتوبه. انفانتينو ماذا بيه الجوارات ما عادش يرقدوا، الجمعيات ما عادش يرقدوا، ماذا بيهم يلعبوا معناتها 24 ساعة على 24 ساعة. تو نحكيو عليها نهار مثلا. سامي فما حاجة أخرى، فما حاجة أخرى سامي، أرسن فينجر قاعد يقوم بعمل جبار في الفيفا في الديريكسيون اللي يقول عنده ديريكسيون تاع التطوير كرة القدم في العالم، قاعد يعطي في حاجات ومازال قاعد يحضر في حاجات أخرين. أما كما قلت أنا مع أنا نشاطرك خاطر بالكاس العالم هذية الملاعبية ما عادش باش يرتاح. لأن هو الفيفا تحب ولا نكره معناها من التوصيات نتاعها هي تنمية المداخيل المالية نتاعها، وعلى تنمية المداخيل تولي، والمداخيل المالية هذيك قاعدة تضخ فيها لي كونفدراسيون والجامعات، على غرار مثلا اللي قاعدة في جامعة تونسي كرة القدم جاية من المداخيل هذيك. وزد على ذلك تحكي على الملاعبية، فيه أندية اللي وصلت معناها ظروفها المادية ما عادش تسمح لها باش تخلص، الفيفا هي تحمل التبعات هذيك وخلصت الملاعبية اللي معناها ما خلصوش من الأندية البريسك فلست. أي سي سامي إيش عندنا في الدخلة بتاعك؟ والله حبيت أشوف نداء وتحذير، نداء وتحذير للحكام التوانسة وللمنظومة التحكيمية بصفة عامة. احنا باش ندخل معناتها الفترة الأولى البريمير فاز تاع الشامبيونات قريب توفى، لكن مازالوا فيها رهانات كبيرة ياسر، باش ندخلوا بيان سور في البلاي أوف، باش ندخلوا في البلاي أوت وكل. ريان كنت تشوف البول نتاع اللي فيها الملعب التونسي واللي فيها النجم الرياضي الساحلي واللي فيها النادي الافريقي، ثم رهانات كبيره. ان شاء الله التحكيم التونسي على الاقل يقولوا بالفرنسويه يقول il se rachète une conduite، على الاقل يتصالح مع نفسه ويتصالح مع الجماهير ويتصالح مع الكره بصفه عامه. ان شاء الله في المباريات اللي تبقاو من معناتها البريمير فاز هذيا في اللي جاي بعد، ان شاء الله نشوفوا ان بون اربيتراج، وان شاء الله الحسابات تاع الفريق هذاك يلزموا يربح، والفريق هذاك باهي ما يسالش النجم ونخسروه وكل، باش ما يدخلوش الحسابات هذوما. الوان نتكلمش، يجيو مباريات مهمه جدا، الملعب التونسي النادي الافريقي، النجم الرياضي الساحلي، الملعب التونسي وكل. ان شاء الله ان شاء الله التحكيم، لكن رانا نقول لهم رانا فايقين، كان عملتوا حاجه باهيه نقولوها، ولا كان باش ترجع المحكومه معناتها المنظومه التحكيميه كما قبل، رانا مانيش باش نسكتوا. اي عربي كبر معاك انت. والله سي صاحبي انا من انفونتين وفرنسا وكاس العالم واختصاص سي صالح للمنكوب وللعريان وللجيعان والحفيان الكل نحكيو عليهم على الاقل في هالبرنامج هذا، والله ما يحكي عليهم حد صح. فما عندنا مز بورقيبه سي صاحبي، الهيئه التسييريه ذي جديده اللي تحطت في بلاصه نحاو، يعني جاوا جمعيه انتخبوها دفعت تقريبا 60 و70 مليون، الجمعيه تقريبا الاولى من زبورقيبه، وفجاه جدا يجي قرار من السلطه تتنحى الناس هذيك وتتحط هيئه تسييريه. اليوم الهيئه التسييريه ولات تدعي الى بيع الانخراطات، ولات كاني مرسمه. نحب نقول حاجه بربي الى السيد يالي بن زرت، راهو الحاجات هذي نورمالمون تجاوزناها عنا برشا، راهي الناس كلها ولا توانسه واللي عنده حق ياخذه، بالله الموضوع هذا يقف عليه بيدك، كان الناس هذه عندها حق عطيها حقها، والناس رجع الناس تخدم على روحها، خاطر فما حاجات
بصراحة لا هي قانونية ولا هي أخلاقية. مع العلم اللي مندوب الرياضة في بنزرت معناتها وضح لي وكان برش حاجات. حاجة ثانية سي صاحبي بالله فما الجمعيات هذايم الزواول المتوية والتضامن وجبال جلود والوردية وقبلات وغرديمة وعين دراهم وقلعة لندس هذايم لا ياخذوا في فلوس لا ياخذوا في كر ولا يغزروا لهم ولا عندهم حتى قيمة لأنهم هما ماهوش ينتخبوا جمل. بالله سي وصف جليل هذه فرصة باش تتلفت للناس هذايم وتشوفهم على الأقل شنو ناقصين وتعاونهم بحاجات لأنهم أنتم لأنهم ما عندهمش ما ينتخبوكمش ما كأنكم ما عملتوا لهمش حتى قيمة. خويك تبدلت شوية الأمور بالله تلفت لها الناس هذي. حاجة أخرى نرجع وديما نقولها سي صاحبي الحافلة متاع السيجومي يا ولدي سايبوها بربي مدير العام للديوانة تاع بن قردان شديتوا فيها البندق وسايبته هذي شدوا فيها الفزدق وما سايبوه شو معناها الفزدق والبندق فهم شنو سايبوا متاع الناس سايبوه للكار متيشة في جابس عندهم ستة شهور يا سيد رئيس الجمهورية بربي كار سيجومي سايبه ما اختية تتخلص الناس كل اختية مو تتعامل الناس كل كيف كيف عليه كار سايبه والكار الأخرى ما سايبهش. نحب نهني بو سالم عاملت 100 سنة سي صاحبي أي ولا ما نعطيه حق الناس وبربي سي سي صاحبي فما حاجة شوف مش نحكيك حكايه ربما ما يعرفش الناس ما تعرفش الحكام نحن ديما نكلموهم وننقدوهم سي صاحبي وما نرحموهمش لكن المره ذي راهو عيب اللي قاعد يصير في 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 الحكام لانه اللي صار توا في في حكم جندوبه والعمران جندوبه تقول مظلومه والعمران تقول عندي زبينتيات والماتش توا فيه وكل واحد خذ حقه ماذا بينا بالله نقصوا رزق الله بطل الحكم الجريدي قال لهم عاش تعينوني اليوم محرز المالكي يعني الناس ذبحته ذبحان راو خنفهمكم حاجه يا جمعيات خذوها من عندي انا ما عادش فما حتى توصيات وما عادش فما حتى اوامر اذا كان حكم غلط امنوني راو غلط عن عن حسن النيه يعني بربي قطاع التحكيم راو الايمات هذيا راو كل صراحه الناس ها في جمعتين اي بصي صالح لا لا نحكي لك برشا حكيم ما اللي قالوا مهم قال سعيد في جمعتين ليه سي صالح ما فهمتنيش راهو توا ما عادش فما توصيات كانت فما توصيات على الحكام توا الحكم كيمشي يزفر راهو يزفر بأرض مخه ما فما حتى حد يعطي توصيات فما أربيتر ما تجيش توصيات ما يزفرش مرتاح لا لا توا ما عادش لا لا سي صالح توا لا لا ولا لا سي صالح اي كملت ولا مازالت عندك حاجه انا والله حبيت نقول لك حاجه اخرى هذا سكوب توا جاني من البر كي سي صالح اي سي دحمان الشركة الحارس دحمان حارس المنتخب شركة سويسرية والناس اللي تعمل معاه هذا سي أنيس قدموا به قضية في الطاس في عدم الخلاص نتاع المناجير نتاعه وكل ما قدم شكون للشركة قدمت بدحمان ما خلصش في العمولة نتاعها بالله يا سي دحمان جاي كاس افريقيا ومنتخب وشوف حل خير من اللي تترسي لك عقوبات وترسي لك حاجات توا مازالت كي وصلتني الوثيقة وبارك الله فيك عندك الدليل ما نحكي لكش حتى شيء الا بالدليل واضح وخم فهمك حاجه من بعد باش نعطيك حاجه اذا كان ينكرها الجمعه الجايه نعطيك التصوير حبتها له واضح واضح عربي سنقريه انا نحب نحكي من جهتي على المدافع المتالق في النادي الافريقي غايه الزعنوني غايه الزعنوني حكيت عليه نهار السبت في راديو ماد انا حكيت نحب ندفع هذا اللاعب لانه عنده دي كاليتي كبار ملاعبي ولد عائله ملاعبي خلوق ملاعبي ديسبليني محظوظ لقى عائلة في جهة مرناق ما نحبش تكون العائلة هذه عملت له إحاطة شاملة وقاعد يترانى ويخدم منضبط وقت احنا انا جي كريتيكي زلت شوية على الملاعب ما معنى زلت مانيش قلت راهو به وعليه ما قلتش راهو ماهوش ديسبليني ما قلتش راهو فاسد ما قلتش راهو سهار لا قلت ملاعب هذايا يلزم يحط ساقيه على الأرض ويلزم يخدم الخدمة هي اللي توصل ويظهر لي أنت ملاعبي وتعرف صحيح فهمتني ما غير خدمه للملاعب مهما كانت الكاليتي وقتها يعمل ريفيل تالي بالتالي بعض الغربان الناعقه بعض الاقزام اللي يحبوا يوظفوا هذه راهو غيث الزعنوني ولد عائله ملاعب كبير عنده مستقبل كبير بشرط يوصل يخدم اذا ما يوصلش يخدم راهو ما يتطورش ونجم يقف غادي ونجم يجي شكون يتجاوزوا في مرحله بالتالي الناس اللي حابه تروج حمله على لاعب النادي الافريقي عيب ما عندناش حتى حمله على حتى بشر وعيب فما ناس الأقزام هذوما فالحين كان في تكبير النفوس والتقرب لسيادهم لغاياتي في نفس يعقوب لا غاية الزعنوني راه ولد عائلة ملاعبي متربي ملاعبي متخلق
ومستقبله ان شاء الله كبير برشا برشا. كي قلت الكلام هذا هذاك اللي قصدت هذا المقتنع به باش ولاد حلال يحشموا ارواحهم واللي عنده حجره يرميها. من جهه اخرى نحب نحكي على انديه كره القدم داخل كره القدم النسائيه عفوا. السي كبير في صفوف هذه الانديه وقروا عدم بدايه الموسم الجديد. الجامعه اللي عندها المليارات كل جمعيه اعطتها 5 ملايين، 5 ملايين باش تعمل الجمعيه عربي باش تشري الماء باش تشري باش يعمل ديبلاسمون 5 ملايين يا عربي. باش نصدمك وقف كل شيء. البيرسونيل في الجامعه لموا الفلوس من الرابطات نتاع الفينيات باش خلصت اليوم البيرسونيل. ما فماش فلوس في الجامعه. وين الفلوس؟ ونعرف الهم يا مبلوكيا يا هزوها وكذبه 60 مليار. بالله بالله البرنامج يدوم 3 ساعات. بربي كان فما واحد في الجامعه يقول لنا بالحق فما 60 مليار ولا ما فماش. انت تعرفهم احنا يكلمونا ويقولونا ويقولوا معنا. نجموا 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 بربي فهمونا فما فلوس في الجامعه ولا ما فماش. المعلومه اللي عندي انا والمؤكده اللي الفلوس تلمت في نهارنا دايم من الرابطات بفلوس الفينيات اللي تباعوا باش نجموا يخلصوا الشر هذا نتاع لي بيرسونيل. واضح عربي سنقري ان شاء الله الجامعه اللي عند المليارات نقول ديما عند المليارات خاطر هما قالوا عن المليارات يلزم اعطيه حق الناس امان. فرق كرة القدم النسائية راهم فرق راهم ياخذوا في تمويلات من الفيفا. وين فلوسهم؟ وين فلوسهم سي عمار؟ بالنسبة للفوت في ميناء الفيفا دفعت مبلغ اعتقد ما نكونش غلط فيه 500,000 دولار يا 1,000,000 دولار لتطوير قطاع معنا الرياضه كرة القدم النسائية. وكرة القدم داخل القاعات ناخذوا من الفيفا. هذا شيء مؤكد. لكن الجامعة هذه مع كامل احتراماتي لها كل ما ثم تطوير كل ما ثم برمجة سواء كان على مستوى الشبان سواء كان على مستوى الأندية سواء كان على مستوى التحكيم سواء كان أو مثلا على الفوت في ميناء إلا ما تحكي الفشل. إلا ما تحكي الفشل لأنه ما عندهمش الرؤية نتاع التطوير، ما عندهمش الرؤية نتاع البرمجة، عندهم رؤية نتاع حاجة أخرى أوتر كو البرمجة والتكوين والأهداف معناها نص طويلة المدى وطويلة المدى. كل ما فما تطوير فما تطوير في حدائق كرتاج بورتمانات يشريوا بهم يطوروا امورهم ويطوروا اي تضحك سي سامي ويطوروا كاستهم ويطوروا عائلاتهم ويطوروا واحد وكما تو سامحني تحكي على 15 جمعيه ولا 16 يعني كان كل واحد تعطيه 5 ملايين 80 مليون ترى شيء شيء حشم ولا شيء حشم. بل شهر من انطلاق كان الكوت ديفوار ماذا عن قائمه اللاعبين والاجواء في صفوف المنتخب وحظوظ نصور كرتاج في هذا المونديال الافريقي؟ انتظارات الشارع التونسي من القائمه ومن بعد نمشي لبقيه التفاصيل نتفرجوا مع بعضنا ونرجو نحكيه. كيفاش تشوف المنتخب التونسي في كان كوت ديفوار؟ انتظارات كبيره بارابور الملاعبيه اللي عندنا والكاليتي الموجودين في تونس ظاهر لي النجم نطمحوا ونمشيوا لبعيد ما اقلش من نصف النهائي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المربع الذهبي ان شاء الله 50-50 ضئيل شوي. القرعه وقعتنا مع مالي وجنوب افريقيا اللي هما منتخبات باهيه وان بليس ماناش فافوري باش نهزو تيتر. الناس الكل معملين عليها الكان هذيا عندنا جروب مزيانه ايموجين متراوحه ما بين الاكسبيريونس وليدات صغار باهيين طالعين ان شاء الله اللي يلعبوا في الخارج باش يعاونونا برشا. تو برسك 70% منهم يلعبوا دي تيتولير في ليكيبات بتاعهم ان شاء الله نعملوا جروب باهيه في الكان هذا وعلاش لا نمشيوا لبعيد. انتهى عهد المشاركه المشرفه تو لازم الفريق الوطني يكون معنا عنده هدف ماشي له هدف يكون هدف باهي تاع المربع او حتى النهائي اذا لزم علاش لا شنو ما المانع شنو اللي يمنع باش هو يضم برشا لاعبين ممتازين ان شاء الله بالخدمه وبالتحضير الجيد يتوفق باش يكون في المربع الذهبي او في الدور النهائي. ان شاء الله تونس توصل للفينال وتهزه وتفرح تونس كليك عندنا الثقه فيها ثقه كبيره. حبيت نبدا بوليد الهيشره ما يلزم نبدا بكبيرنا لانه هو كما قال كبيرنا سي عمار صويح المدرب القدير. ماذا ينتظر سي عمار صويح من القائمه اللي باش يعول عليها جلال القادري في المونديال الافريقي القادم في كوت ديفوار؟ القائمه هي لان دي زيكزرسيس المهمين معناها للناخب الوطني كل دوره فما قائمه
وتشوف يعني الأضواء كيفاش تتسلط بطريقة أو بأخرى، أصوات بريئة، أصوات معناها تخلق المشاكل، أصوات تخدم في سياق معين، بطبيعة تخلي المناخ ماهوش ملائم معناها للإطار الفني باش يخدم، ولو هذيك الظروف لازم يخدم فيها وتعمل فيها. وفي الأخير بكل طيب قائمة واحدة لابد باش نحترموها وناخذوها شريطة، أن بطبيعة الحال الرياضيين الكل كل واحد عنده القائمة نتاعو، لكن في الأخير فما قائمة لازم باش نحترموها وناخذوها بعين الاعتبار ونحاسبوا على الـ على الـ على الـ العمل نتاعها. القائمة مش كيما احنا تو متواجدين، كل ما ثم دورة نسلطوا الأضواء، كل ما ثم كونفيرونس دو بريس جورني فيفا نسلطوا الأضواء. هو الناخب الوطني والإطار الفني نتاعو كل يوم يخدم كل يوم في المكتب نتاعو، نالك متابعة كسوا عن طريق معناها لي بلاتفورم الموجودين، كسوا عن طريق معناها متابعة معناها المباريات، وفي أخذ وعطاء أكيد، وفي إحصائيات ياخذوهم ويتعاملوا بهم، دونك ماهوش من فراغ بالضبط. تقعد الضغوطات هذه اللي موجودة، هذا الدور بطبيعة الحال موجودة في كل معناها المجالات، موجودة كسوا في الفرق الكبيرة كسوا معناها في المنتخبات، ما عليه كان باش يتعامل معها يكون محمي بالإطار الفني نتاعو بالسكاوتينغ اللي يعمل فيهم كيما قلت بالمتابعة، حتى يتلافى العديد من الإشكاليات العديد من الأخطاء، ويلدوا أنتيسيبي يقرأ معناها الحسابات نتاعو كيف ما يلزم، يخزر لبعيد حتى يتلافى كل المشاكل اللي تنجم تصير في الدورة هذه. بالنسبة للقائمة كيما قلت لك يلزمها تكون يعني مدروسة، ما فيهاش انتماءات، ما فيهاش يعني هكا بريسيون جايه من طرف اللي نسمع فيه برشا وكلاء لاعبين ومسؤولون جمعيات، وهذا شيء راه موجود حتى من اللاعبين وبيدهم. ف اون توتامي كونسيونس الناخب الوطني والاطار الفني اللي معاه لابد يخدم خدمتهم بكل دقه لمصلحه المنتخب، يعني بدون اي حسابات بدون. لكن اليوم نحب ولا نكره هنالك حسب ما نشوف هنالك ازمه ثقه، أزمة ثقة بين المشهد الرياضي وبين معناها الإدارة الفنية بصفة عامة، وبرشا كلامات أدروات يا جوش. أنا شخصيا دوري عندي كاسكيت ممرن ما عنديش لا أخبار تاع لي كوليس ولا وجهم، باك يا صحفيين وكذا من حقكم باش تشوفوا برشا تحكيوا فيهم. سمعت لعدة معناها مواضيع، يحكي مع ملاعبية ما يحكيش، أكيد كل واحد وعنده الطريقة نتاعه، كل واحد وعنده معناها الأسلوب نتاعه، المهم يوصل للهدف المنشود ويوصل باش المنتخب يقدم المردود الباهي ويوصل الى نتيجه ايجابيه. دونك التعامل ماهوش كيما نتصوروه احنا او كيما نشوفوه البر او كذا، فما يعني تعامل حسب الوضعيه نتاعنا، حسب البيئه نتاعنا، حسب ما تعلمناه، اللي كل واحد كيفاش يشوف. هنالك من يعتبر روحه ديكتاتور كيما هذا عنده شاب ما تحكيش معاه، يا غلط هذاك ما فماش ما تحكيش معاه، فماش واحد ما تحكيش معاه. لاعب عنده الحق باش يحكي معاك كمدرب، عنده الحق باش يسالك، عنده الحق باش يعرف علاش، هذا باب إيان من حق، فماش هذه ما تلعبش لا خاطر انا اسمي فلان فلاني ولا يعني لا لا لا، الملاعبي عنده الحق باش يعرف علاش بكل ما احترام بقول كذا. الناخب الوطني من حق باش يحكي مع ملاعبيته من غير ما يكون اوتاج عند ملاعبي، ما يكونش اوتاج عند لا يعني اذا كان باش نحكيه على التجارب وعلى كذا، هنالك اشياء تصير اللي ما تخطرش على بالك بمجرد انك حكيت مع ملاعبي، بمجرد انك استشرت ملاعبي تجيك فكره تجيك حاجه اللي تنجح. كان نعطيك مثلا في 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 في, في السعوديه لاريير جوش الاول الثاني الضرب واللي يلعب يمين يسار كيف تضرب، ما عنديش نعمل دمي فينال كاس الملك وباش نعمل فينال باكي نترجع فينال، جيت تاكسيال طلعته كتراكس يدور ما ينجمش كذا، قعدت با شديت من لعبي هو ريجيسور، قلت شكون تشوف النجم حطوها لاريير جوش؟ قال لي نلعب باي نجم، قال لي نجم عطيت دو هو جوشي زعما هو جوشي، قال لي النجم با كيف قول لي انا النجم. دونك بالنسبه لي انا القناعه اللي عندي ان جوور تكنيكمون معناها فالابل تري فالابل تكنيكمون تري فالابل يل بو سي ديبروي، مش معناها كلارير تقول له تعرفش كيفاش اقف غادي ما تخرجش فك كره اعطي باس، لا هذا ينجم يكون جمان سبير بن علي بن عبد القادر في حمل انف حطيته اكسونتري جوش هو كوار مليح يفك مش ما يفكش لكن يكور مليح. دونك الديفيسيت بتاع ريكوبيراسيون كذا يكمبليه بالتكنيك نتاعو، يعطيني كوره الى صدق وينجم يفك كوره ما نجمش. با دومي فينال لعب دخلت له كوره معناها في ظهره رونتري دو توش مازال ما دارش ورجعنا 2-2 وربحنا وترجعنا الفينال، في الفينال عمل دو سوفتاج معناها باش الاهلي ما ترجعش في 2-1 وحنا 2-0 وانا رومبورتي لو تيتر بال معناها من لي بيس متريس تاع الماتشات هذوك الطفل هذاك سويت معناها للحديث. اما نجي نحكي مع كادر من الكادر اش تشوف اش كذا، اما وش تشوف رضا عليا وش يحكم فيا
هوش باش يسيرني. وكأنك تلمح جلال القادر يحكموا فيه. لا أنا نحكي خاطر الناس برشا كلام يوسف ينجم يحكي مع يوسف، مش يوسف يجي يقول له تلعب عبد الرزاق ما تلعبش هذا. لا فما حاجات منها تنجم تصير في الكورة. يقولوا لو لا يوسف فرجاني سياسي ما رجعش المنتخب، هذا الشيء تقال في الكواليس. أنا 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 قلت لك تنجم تكون بعض الأشياء تصير، ما فماش اليوم في العالم أجمع وتوتي رولاتيف. كي نحكيو على يوسف، يوسف في تونس، كي تحكي على بكري نحكي أنا شفت تيتر مبابي الجو إلا إلا ما نسيت الاسم الآخر وإلا يعين ولا حاجة كيما هكا، موجود الشيء هذا. فما ملاعبية اللي ياخذوا ويشوفوا ويشوفوا عندهم عين، تبوا تكر عندهم عين، ويسون تنفليون، توتي ما نجموش يحكيو معاه، ما نحبش نعلق في النيفو هذا على خاطر حديث زايد. فهمت؟ فما وضعيات أنا كيما قلت المهم الممرن سي لو ماتر أبار، فارض شخصيته، فارض إمكانيات، ويكون تري فالابل، عنده الاكسبرتيز في الخدمة سي لو بلون تكنيك وتكتيك، في التيران، في الدنيا الكل، فارض معناها حاط لومبرانت نتاعو. هنا مش نحكيو الآخر بكله يعني طرق عمل كل واحد وكيفاش يشوفها كل واحد فاش كذا. فما يعني نحكيو حتى على المسؤوليه، ينجم يتعامل مع مسؤولي خيو كل يوم هو وياه، يمشي ويجي، يفطر وياه، يتعشى وياه، نجم يحكي هو وياه اتيتر اميكال، لكن مش باش يفرض عليه نحي فلان وحط فلان، نحي فلان وحط فلان. ساعات الوضعيات هذه ريت لونترنور ابوزوان دان سوتيان، حاجته بناس باش تعاون، اون سيلول اللي تنجم تعاون وتنجم تسهل له الماموريه نتاعو. اذا باش نقعدوا صحيح كانت عندنا خلفيات موجوده ما نجموش ننكرها، ووضع مزري في الحالات هذه، والحالات هذه تنجم تصير. ينجم يكون سيد مكاوي اللي كان مثلا اليوم باش نعيط لك معك ديريكتومون، ماني انا عيطت الستاف اللي معاه نفرض عليه برا، قول العمار راهو الملاعب هذاك يلزمو يلعب، ما يجيش يقول له يلزمو يلعب، هو رايه المساعد هذاك اللي هو عنده ميساج معين يدز فك السونس هذاك، وانا كونترنور ما ولا الستاف نتاعي هذاك. دونك نجمو انا فما بليزيور فورمول اللي الواحد ينجم معناها يخدم بهم يتلقى، لكن احنا توا اللي نحب نقوله هو فما ازمه ثقه، ما فماش قناعه بالشيء اللي موجود، ما نحبوش الشيء اللي موجود. سي عمار حبيت تحكي لي على وقت دخلت انت في لي ديتاي هذوما سيليكسيونور، حبيت تحكي لنا شويه على التجربه نتاعك في الكوب دو موند في اليابان، صاروا برشا تدخلات قلقوك برشا انت مثلا. لا تقول لي تدخلات هات في الكوب دو موند في اليابان. اي انت تعرفهم التدخلات اللي صاروا؟ نحب نعرف انا نحب نعرف معناتها جوسكا كيل بوان الخطاب نتاعك معناتها في الواقع الي فالابل. احنا باش انت برك ساعة السنوات الاخيره هذوما كل معناتها بالعدد نتاعهم معناتها المدربين الوطنيين نعرف شنو اللي صار فيهم ونعرف اللي مش هما اللي قرروا شنو اللي صار فيهم. وانت لا صح لا ما حبيت تقول صار انا سالتك سؤال. لا لا لا, لا. انا كصحافي عندي معلومات اعطيها لك انه في سليم شيبوب ويوسف الزواوي واحد يوسف الزواوي كونسيي تكنيك معايا في الستاف سي مون ستاف. انا قلت لك عندي معلومات حبيت نعرف كيفاش لا المعلومات كيفاش انساني نقلبوا سامي نقلبوا لا استنى سامحني لا جوست معنا سؤال راهو بلي جدا سامحني يوسف الزواوي في بارتي دو ستاف سامحني في الستاف نتاعي انت في اليابان المدرب الوطني هاي. جاتك تدخلات وضغوطات ولا لا؟ ما ثماش تدخلات. فيه هذا هو السؤال نطرحه. ما ثماش انا مش قلت لك ما ثماش تدخلات، سي تدخلات. يحب يعطيك راي. ما يتياسش باش تدخل وتخرج. وانا نتحفظ باش نقول الحاجات اللي صارت لانه استحاله باش وقعت تدخلات فرضت علي، او كونترير. صارت تدخلات وانت رفضتها؟ مش تدخلات، يعطيك راي. راي. يعطيك راي. يعطيك راي، يحب يقول اون بلوس اللي تحكي عليه مثلا ما مشاش معايا لليابان، ما جابش صايرني بالتليفون، وحتى التليفونات ما مشي انا عندك انت التليفون نتاعك ما يطلب كان تونس يعني سي تري سوفيستيكي وما فماش اتصالات امبوسيبل. تقصد سليم شيبوب عمره ما دخل فيك؟ ما دخلش فيا. فيه ما دخل. هذه حاجه معنا نجزمها باش كونه نعطيك حاجه واحده اللي انا قعدت لي لهنا غصه ما عملتهاش على خاطر شيء هذا، واول مره باش نقول اول مره جوهر المنال العام هذاك جاء من المستير، بالنسبه لي انا مقتنع به بالكدا مقتنع به كي نتفرج، لكن ان جامي اتي كونفوكي ليكيب ناسيونال. في سامي انت كتب تفرج كصحافي من غير حتى شيء. جوهر المناري عمره مشى ليكيب ناسيونال، تلقاه في ليستا كوب دي مونش. باش تقول؟ شو تقول؟ تدخلات سليم شيبو. لا شكون سليم شيبو؟ وما عادش تذكر الراجل بربي يخليه يرتاح. لا انا قلت
إيه بقى ريت هذيك كانت عندك تجربة نتاع ناخب وطني. ما ظلمت ولد، أنا مشيت كونت الكورون نتاع مخي، ما نقولش ظلمت خاطر عمري ما تخليك ناسيونال، لكن أنا في عيني أنا كي شفته إن ميريت ما مشيتش باش ما تتحطش التيكه هذه، والراجل بربي يخليه يرتاح على قطعنا منه. من جبدان انت مقتنع به وما حبيش تهزوا على الكلمات؟ اي 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 اونترات ايش فما حاجات انا عندي من الحاجات اللي عندي معناها نتقلق فيهم وقت اللي رئيس جمعيه يحكي معايا في موضوع ها نعكس حتى مقتنع نعكس. اي ما تراش روحك ظلمت جوهر المناري؟ لا تراه خاطر ما لا 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 هو وخفت من الكلمات. إن جامي تي كونفوكي ليكيب ناسيونال عطيتك انا. اما انت مقتنع به سي عمار؟ اقتنعت لكن ما مشاش لكن انا قنعت شنو ما فما انفيرونمون تكتب فيه انت. انا ما نحبش تجي ورايا الشبهات نتاع كذا مشيت معاك لاقصى حد. معناها الشبهات هذه اللي خفت منها انت حرمت جوهر المناري هو المنتخب. هو وقتاش نكون حرمته 100%؟ لو كان موجود ونحيت نحيت. اما هو ما كانش موجود. عمره ما كان موجود. العصر ذاك كان فيه شبهات. نعم العصر ذاك فيه شبهات. فما شبهات في عاد في العصر نتاع 98 وكان 2002 لا هذه 2002 لا 2098 راهو كل قائمه حب كان. لكن اللي نحب نقول كونه باش تفرضت عليا حاجه استحيل. انا رئيس الجامعه انا ذاك وكل مره كنت نتكلم كان كلام غلط عيط لي لافي تاع ماش والله مش اليابان ولا البلجيكي قال لي نلعبوا كذا ونلعبوا كذا ونلعبوا كذا قلت له باس بالخير خير بارك الله فيك جمعيه لافي بدلت راي ما نقولوش اسم دخلك وعلاش وكيفاش يستحيل الجامعه ابو الحسن ابن الحسن ربي يطول في عمره وربي يشفيه معناها يستحيل باش بدلت راي ما بدلش راي با الناس يتهيئ لها كونه صار فما خلافات في وسط الصف اي سي صار لي والخلافات 16 سنين صارت 4 2 1 و 3 5 2 3 5 2 تعرفها منين جاي وال 4 2 1 نتاعي بوان لالي معناها جيتي كاتيجوريك والله نعطيك حاجه اخرى الاخرانيه نتعشاو دخل حال خالد سانشو وجون سي با اثنين اخرين معاه واحنا باش نتعشى وقعد انا مع الصف نتاعي بون دخلوا وقت احنا بعد ماتش بلجيك متعادلين قال لي والله كان تلعب دوز اتاكون علي ودرا شنيا وكذا فهمت قلت له انا عندك الحق باش تقول يلعب باثنين ما تسميليش شكون يلعب شكون ما يلعبش تلفت واحد من الصف اللي معايا قال لي تو تزيد تاخذ اكسبيرونس شويه خلي يقول قلت له لا ما يقوليش ما يحبوش يقول لي قال لي تو تكبر شويه وتاخذ اكثر اكسبيرونس تيرا وكذا ما لا بور تدير جوري يجي على اقل اي حاجه معنا ما عنديش كل كان دخل فيا ولا يقول لك دخل فيا واضح وما نحبش ندخل في ديتاي اخرين على خاطر زيد واليوم احنا كل تورنوا كل كوب دي موند نشدوا سليم شيبو بس لي سيس خدي رجي سي بركتي حظ وعمل ما عملش كذا سيد سيب الناس تاع الارواح وليد الهشري القائمه الناس الكل تستنى قائمه فيها برشا عدل هكا ولا ما نخافوش القائمه ذي تكون فيها حسابات ولا ات شوف خويا صاحبي معناها في السنين الاخرى نحكيو على كؤوس افريقيا ولا حتى كي مشينا الكوب دي موند 2014 و2018 لا 2014 ما مشيناش 2018 عملنا كوب دي موند نتفكروا الناس الكل معناها لي سيليكسيونور شكون الليستات اللي تعملت شكون انا بالنسبه ليا بون جو فوزي بارتي في وقت من الاوقات كنت موجود في المنتخب وكذا لعبت في اوقات وفي اوقات غادرت المنتخب وفي اوقات حبيت نكون موجود واستحقيت نكون موجود ما كنتش كيما ملاعبي اخرين انا تو باش نقول لك حاجه مهمه فيما يخص الليستا اللي هي تتبنى عليها من بعد راهو الجو العام يتبنى عليها حتى البرفورمانس معناها فهمت تعرف احنا في تونس ديما شنو يصير وقت اللي تخرج ليستا الناس الكل تتكلم اللي مع الملاعب الفلاني اللي ضد الملاعب اللي يحب يهز ملاعبي من جمعيته وهذا صاير معناها ما يتخباش تبقى انا ديما نقول المدرب الذكي قبيله سي عمار يحكي لك على العلاقه نتاع مدرب باللاعبين نتاعو انا دربت عند برشا مدربين ديما نقول لونترينور اللي يخلي ديستانس وزعما كلي انا مدرب وانت لاعب وما ناخذش رايك هذاك ما ينجحش راه وهاو سي عمار قاعد بحذانا انا قبل ما كنتش نعرف يعني طبيعته في التدريب عمره ما دربني وحبيت نتدرب عنده بطبيعه الحال معناها كيما اي مدرب عنده خبره في تونس وعنده اسم كي حكيت مع الاولاد وقتها قالوا لي حاجات اللي انا ما كنتش نعرفهم عليه في شخصيته لي زابارونس نتاعو سي عمار كي تغزل له يظل لك صعيب يظل لك معناها انسانك اللي ما يفدلكش الور كو مش صحيح قالوا لي راهو يفدلك قالوا لي راهو صاحبنا يمشي لعروسات يفرح بالناس صحيح ولا مش صحيح انا ذي ما كنتش نعرفها ساعات راهو مش ساعات سور انا متاكد مليار في المية اللي المدرب كيف يقرب اللاعبين نتاعو اللي يلعب واللي ما يلعبش
يبدا فرحان. علاش؟ خاطر يحسوه كريديبل، يحسوه معناتها قريب لهم. وقتاش الملاعب يتقلق كي يحس الانترنور نتاعو يكذب عليه ولا مثلا يوعدوا بحاجات ما يعملهاش وهو يستحقها، وقتها اللاعب بطبيعه الحال اخي مجموعه فيها 20 ولا 30 ملاعبي، واحد يحكي لواحد ومن بعد الامور ما تمشيش. بالنسبه للليستا الحقيقه في الـ في الـ في الاعوام اللي تعدات ديما فما مشاكل، ديما فما مشاكل، او ملاعبي هذايا مشى وهو ما يستحقش، ملاعبي تظلم، معناها ما فماش ليستا ما فيهاش واحد يتظلم. اه ما خويا تظلم جوار فنيا، ستادير يعني ملاعبي مثلا عنده زوز ثلاثه دي كونكورون معاه يتفوقوا عليه شويه دي موا في الفتره الاخرى، لاعبين اكثر منه، القيمه الفنيه تقرب لبعضها، كيف ما تهزوش وتهز زوز اخرين معناها في بلاستو هو حتى يقتنع، يقول خويا ذوكم يلعبوا مثلا في مستوى معين، انا كنت بعيد ما لعبتش كذا، يقتنع. اما وقت اللي ملاعبي تقصيه بور دي ريزون معناتها اكسترا سبورتيف وتخرج فيه اللي هو موفيز جرين وهو مش صحيح، ولا اللي هو مش قاعد يلعب وهو يلعب، والا ملاعبي نحبوا احنا نطلعوه اترافير لي زاجون، هذايا ما هذايا اخطر 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 حكايه راهو. تعرف في عهدك لي زاجون جوار وصلوا يتحكموا في الليستا في ليكيب ناسيونال في تونس. تعرف في عهدك انت يا دوما؟ صاروا بطبيعه الحال، ما صاروش، صاروا في عهدي، كان في عهد سي عبد المجيد الشتالي ظهر لي ما صارتش الحكايه هذه، ولا ممكن في الثمانينات شويه ما جو مو رابيل با، اما في الفتره اللي انا موجود بعد سي حموده بن عمار من 2008 معناتها الفتره اللي كان فيها روجي لومير، ومن بعد خرج 2010 الى يومنا هذا، دخلت خويا دخل الفينومين هذا نتاع وكلاء اللاعبين والتسمسير، نهز ملاعبي يلعب ربع ساعه ومن بعد نبيعه في السويد ولا في اوكرانيا ولا في النرويج وانسي دو سويت، وليت معناتها عاده، وليت ولا كوميرس معناتها في ليكيب ناسيونال، وليت الناس راهو عملت برشا فلوس راهو الملاعبيه وليزاجون، وبطبيعه الحال اون كولابوراسيون مع ناس معناها في وسط الجامعه اللي الحقيقه معناتها عملوا اللي ما يتعملش، عملوا اللي تعملش ملاعبيه كيما قلت لك تظلمت على خاطر ما عندهمش شكون يتكلم عليهم، يلزمك انت تتعدى باجون يقول لك شر لابد منه، تدبر فيا انا ما عنديش خويا ثقه فيه، علاش صح معاه نحب خويا وحدي، ولا وحدك ليه؟ يقول لك وحدك ما تساعدنيش، يلزمك اجون باش تصير الامور وكذا والناس كل تاكل الخبز، هذا هو اللي صاير واللي ضر الكره واللي خلينا ديما، تحب نقول لك حاجه نحكيه كارت سور تابل، علاش اليوم المواطن العادي علاش ما عادش يتحمس برشا مع المنتخب؟ علاش؟ على الحكايات هذيا، يشوف في ظلم، يشوف في حاجات مش نورمال، وليت حتى معناتها المحبين الانديه ولاو معناتها متعصبين، ولاو ياسر يخموا في الفرق نتاعهم اكثر من اللي يخموا في المنتخب، يقول لك انا خويا نحب النادي الافريقي ولا الترجي ولا الاطوال ولا السي اس اس ولا الفرق كونتر كيومي الكبيره، خويا نحب ملاعبيتي تمشي وفي الستاد كي يلعبوا هما الجمهور يشجعهم، وكي ما يلعبوش هما خويا يلعبوا جوارات من ايكيبات اخرين، الجمهور يبدا يزفر ومش وما عينوش وكذا. تخلطت برشا وتقس ليكيب ناسيونال تقسمت في ا مومون دوني تقسمت ما بين ناس مع سيد وديع الجاري ربي ان شاء الله معاه وخلص وحله، وناس ضد المنظومه، هذا اللي خلق معناها كل العدوانيه. اما بورود على المنتخب بورود، انا قلت لك يا اخي قبل كيما عام 98 كاليفيكاسيون كوب دي موند، الماتش اللي ماركا فيه زبير بيا كونتر مصر كيما توا. اه وي 2006 ترشحنا مع المغرب وقت استاد بلان، عادل الشاد اللي وقتها سنترها وماركاها طلال القرقوري ضد جولو، وقتها الناس تبع. علاش قلت لك الفتره هذيك كان فيها اونترينور يضرب على الطاول، روجي لومير ان غرون مسيو انسان، وهاو سي عمار ممكن معناتها تايدني وكذا، في فتره قبل ممكن انا كنت صغير شويه ما نثبتش، الفتره من 2004 من 2002 هو تقريب روجي بعد كوب دي موند فوالا، من بعد 2004 حتى 2008 كانت الامور منظمه في ليكيب ناسيونال، كانت ناس تجي من برا تلعب بي ناسيونو، والناس اللي في تونس معناها يستحقوا على بزو معناها، كي تهز انت رياض البوعزيزي من الاطوال ولا تهز ما نعرفش جودينا بورتوغال ملاعبي اخر من الترجي ولا خالد بدره ولا جوهر ولا حتى حد ما يتكلم، يستحقوا تجيب انت شوقي بن سعاده ولا الناموشي ولا النفطي ولا من برا يلعبوا خويا، ناس تلعب وناس باستحقاق وعطات ومجهود وكذا، اما تجيب لي واحد خويا معناتها الدوزيام والتروازيام ديفيزيون من اندونيسيا معناها بزاف. فهمتني؟ فهمت شنو نحكي لك؟ تبدلت الامور، وهذاك اللي خلانا اليوم
هانا توا قبل جمعتين ولا ثلاثة ولا شهر من الكوب دافريك. أنا نقول لك اللي الناس صحيح تستنى لعبات في الليستة، إن شاء الله إن شاء الله تمشي ملاعبية اللي فريمون يستحقوا. ونحينا ذي من واحد تكلم وواحد تو بعد نحكيه ممكن معناها أكثر تفاصيل على كيما سعد بقير مثلا أو تكلم من عيطولوش، والله كارو ما تكلمش، هو كارو ما تكلمش، كارو ما تكلمش خويا. أنا تظلمت مثلا، علاش علاش واحد يعيش حياته كاملة ساكت قال شنو؟ قال والله باش من بعد معناتها ما يعيطوليش. يا خويا ما عينيش أنا باش نجي، يا خويا ما نحبش نجي وما عادش نلعب فيها ليكيب ناسيونال. ونقول الحقيقة، نقول خويا ظلموني، نقول تظلمت. علاش يا أخي؟ أرض ربي واسعة وعريضة، ما لعبتش في تونس تو نلعب في ليبيا تو نلعب في الجزائر ولا في المغرب ولا في موريتانيا. أما نقعد ساكت قال شنو؟ قال ولا بكشي ما يعيطوليش. فما ناس تحملها وتسكت، فما ناس ما تحملهاش، وأنا مع الناس اللي تتكلم خاطرني أنا نتكلم. اللي عنده كاركتير وعنده شخصية وراجل وما يحبش الظلم خويا ما تلقى كلمته ديما على اللي على قلبه على لسانه. سامحني في نفس السياق هذايا اللي تحكي فيه انت توا وعلاش تتكلم، اعتراف ذمني بالاطار الفني ما قامش بواجبه فيما يخص موضوع سعد بقير. سعد بقير او غير سعد بقير، اي لاعب موجود في القائمه موجود وبعد انت قررت كان معاك في المنتخب عام اثنين ثلاثه اربعه او جاء مباريات حضرت في التورنوا الاخرانيين في ماتش اميكو في الاخر بكل تي دو 23 باش تاخذ 26 ولا 23 كما كانت قبل عادي. لكن كونه انا وليد كان موجود معايا في قداش من ستاج وجيت في التورنوا هذه اللي هو يقع باش يشارك فيها، من حقي انا كاطار فني باش الرؤيه نتاعي تكون واضحه ونفسر الوليد علاش لي زيو دون زيو مش بالتليفون صحيح. وبطبيعه الحال انت تقبلش هذاك موضوع اخر، لكن كيف نحكي معك نعطيك لي زارغيومون نتاعي ونفسر لك هكا فاس فاس مش بالتليفون ولا بعد تسمع داخل. هذا هو هو اش قال هو سعد كي خرج؟ قال جوري ايمي كان جاني المدرب حكى معايا راني قصدت ربي وروحت ويقنعني يقول لي انا مثلا في البوست نتاعك فما شكون خير منك، نروح على روحي ونمشي لجمعيتي اللي بيان. هو في ابها الراجل بي اس متريس كابيتان ديكيب ومعناها تري بيان ريمونيري ومو ناقص حتى شيء وملاعبي سعد. تو انت اونترينور سي عمار ملاعبي كيما سعد تستغنى عليه اقل حاجه اقل حاجه خويا يضرب لي بالاريتي اللي يجيو في لي زالونتور ابار معناها التريكن نتاع اللي يجي بحث الكورنير لوم لو بلو دونجورو اكثر ملاعبي بريسي وينجم يضرب لك لي بالاريتي نهزو ريان كو على الحاجه هذه. كان ما فماش بلاي ميكر اليوم في ليكيب ناسيونال سميلي ملاعبي ينجم يعطي لا ديرنيير باس ابار يوسف معناها بالتكنيك اللي عنده. اعطيني شكون ملاعبي يلعب اونتر ليليني وينجم معناتها يعمل لا ديرنيير باس ولا يحط كره من 25 ومن 30 كي تجين. سميلي كان سميلي ملاعبي عنده افيكاسيتي نتاع لي كود بي ار تي بالنسبه اللي عند سعد بقير خويا سميهولي. كلامك صحيح. تو نسكت انا دونك بور فينير الى ديرنيير باس زاد شوف بالنسبه لي بالنسبه لي انا شوف انا نعرف الشخص موش دو بري برش وتعرف تونس صغيره مدربين تعرف بعضها والملاعبيه تعرف بعضها ما يتخبى شيء صاحبي في تونس. نعرف الملاعب القبيح والملاعب الراجل والملاعب الكذاب والملاعب اللي يتبلى وكذا والملاعب السباب واللي يخدم فيه هذا هو موجود في الفرق وفي المنتخب موجود. تبقى انا كي سعد بقير مثلا يجي يحكي انا جو مو دوموند نقول فما حاجه مش نورمال فهمتني. يخرجوا لي زادجوان يتكلموا يقولوا والله يبعثنا له ومشينا له، يخرج هو يقول لي بعثوا لي سيكوريتي ولا بعثوا لي واحد من احبائي ولا بودي جارد بتاعه ولا بودي جارد ولا. انا نقول معناتها شنو اللي صار؟ علاش يقع التعامل مع الانسان هذاك هكاك؟ ماهوش لا هو موفيز جرين لا هو معناها انسان قبيح لا باش يفزد لك الجو للجروب وتستحقه فنيا ملاعبي تستحقه بالامكانيات اللي عنده لا من التجربه لا من ناحيه اللي كنت نسمي لك. يعني كيفاش تستغنى عليه؟ قال شنو؟ قال خاطر تكلم معناتها لهنا. انا نقول خويا على الدنيا سلام. مازلت باش نرجع لك وليد الهيشري. عبد الرزاق شحات، هل ان الكوتش الحالي الناخب الوطني جلال القادري قادر باش يحمي اللاعبين نتاعو؟ قادر باش يعطينا ليستا يقتنع بها الراي العام؟ والا الكلام اللي كان يحكي فيه وليد الهيشري وحكاه لمحلو سي عمار صويح ان الوكلاء والسماسره وبعض الكوادر المنتخب هما اللي باش يحكموا في الكواليس في هذه القائمه. هو كممرن قادر باش قادر يعني على المجموعه على الواحد تو يخدم معاه معناها قداش من سنيته معناها ثلاث سنين ولا اربع سنين فهمت. حتى المجموعه اللي موجوده هو راه ماذا بيه كونترونير راه باش يهز احسن ما عنده. غدو باش يحب يمشي يلعب على الكوب دافريك غدو باش يحب يهز الكوب دافريك. الحاجه الوحيده اللي انا في الليست ولا واحد هو سعد فقير
اللي مظلوم تظلم معناها في كوب دي مون زاد تظلم تو زاد تنحر معناها في الشامبيونات اللي يلعب فيها تو من عزل الشامبيونات موجودين في العالم فهمت ما تعيطلوش تفرج فيه قاعد برشا ملاعب ياكل يعطيك باس واحد يفسخ لك زوج ثلاثه ملاعبيه اربع ملاعبيه ريجيسور ما عندناش منه تو موجود ما عندناش منه موجود ونجم يمشي وينفعنا هذه الحاجه الوحيده اللي معناها انت عندك الثقه في جلال القادم باش يعطينا قائمه تلبي رضا التوانسه الكل ان شاء الله ان شاء الله اسي سي ملاكريم والله يشوف صاحبي يتكلم المدرب الوطني تكلموا زوج لاعبين دوليين تو باش يتكلم الصحافي هي معناتها لونغل معناتها لونغل دو فيو نتاعو ولو انا نتفاهموا على الكره نحبوا الكره ونفهموا الكره لكن نحب نحكي انا شنو هي الحقائق الموجوده اليوم شوف وضعيه المنتخب الوطني يعني معناتها القادر يابريتو معناتها غدوه باش يمشي لكن نحب نحكي على وضعيه المنتخب الوطني ممكن في تاريخ كرة القدم في تونس هي أخطر وضعية وصل لها المنتخب الوطني. نجيو نحكيو على حقائق. حقائق رئيس الجامعة مازال فاعل وفاعل بصفة قوية وقوية وقوية جدا. برشا يقول لك سامي العكريبي كل جمعة شدنا الديسك كذا. توا باش نحكيو احنا باش نحكيو على القائمة. اي احنا باش نحكيو على القائمة. الوزير يحكم. يحكم بصفة فعلية ونهائية. عن طريق شكون؟ يحكم عنده لافوكاتية يمشي واحد وكله والأشخاص اللي يمشيوا يشوفوا يخرج معناتها الإذن يخرج من غادي معناتها واللي يتوهم ولو دقيقة واحدة أنه الشيء هذايا مش صحيح ما يعرف حتى شيء من الوضعية هذية وجماعة اللي قاعدين هنية في الطاولة هذية وانت زادة أنتم تعرفوا الشيء هذايا عندك المرنقية مش تعمل قائمة ومش تفرضها عندك إليمون قديم معناتها قديم جديد اللي يخرج منه زاد الأمر عندك باريس عندك خو رئيس الجامعة اللي عنده الكلمة متاعه في القائمة ويحكم يحكم مش في المدرب الوطني برك يحكم في وكلاء اللاعبين بما أنه أكثر من ثلث متاع الملاعبية هذوما اللي خرجوا واحد وكل تعداوا على يديه تعداوا على يديه هو وقت يتكلم وليد ويقول لك يلزمك تصححوني ويلزمك تصححوني ويلزمك تصحح مع هذايا واحد وكل ما يفدلكش عندك الحاجة الثانية هذيا عندك الحاجة الثالثة اللي هي وكلاء اللاعبين هذه جهة ثالثة عندك وكلاء اللاعبين ونصيحة راهو للناخب الوطني شد الجامعة متاعك ويزيك من القهاوي متاع لاك دو واحد وكل كرتاش. مش لايق شوف كنت قبيليك في الكهرباء نتكلموا انا و معلومات اي لا 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 كنت نتكلم انا والعربي سنغرية راهو ان سيليكسيونور ناسيونال ان سيليكسيونور ناسيونال راهو ثمانيه في البيرو يخرج ثمانيه متاع الليل مش حتى ولا ديريكتور تكنيك ناسيونال والا مدرب يا اخي تخاب المدرب معناتها في مانشستر سيتي ولا في الانتر واحد وكل يجي يرني ساعه ونص ويهز كرهبته ويمشي سي ان فيريتابل ترافاي ويلي غراسمون بيي معناتها بور فير سو ترافاي لا ثم معناتها دي سيلول حقهم يخدموا واحد وكل قلت من ثمانيه متاع الصباح لثمانيه متاع الليل مش تليفونات ومش واحد وكل دونك عندك جهه اولى اللي حكينا عليها رئيس الجامعه عندك الجهه الثانيه اللي هي معناتها خو رئيس الجامعه عندك وكلاء اللاعبين وعندك وعندك القادري القائمه الاخيره متاع الفريق الوطني هذيك كانت معناتها عينه مثاليه لكل الاشياء هذوما اللي فيهم التنازلات والتفاهمات ومعناتها ليزانتيري المصالح وكل لقينا لاعبين قعدنا باتين قلنا مازالوا هذوما يلعبوا في الكوره ولا لا هذه الحاجه الاولى وبعد نداء باش نوجه نداء لوزير الشباب والرياضه عندك توا نجيو للامور الفنيه ريت تقبيك تقولت انت وقت نعمل انشوا ممكن النجم نفسره حتى يطلبني ملاعب النجم نفسره يطلبني معناتها صحافي يسالني سؤال معناتها
دقيق على اللاعب هذاك ولا واحد وكل قول نجاوبه. المرة الأخيرة خرجت حاجة من عند جلال القادر راهو غريبة برشا، وقتها جات القائمة الأخرانية سألوا معناتها الصحافي قالوا سي دي شوا تكنيك، وعلقت عليها أنا، عقبت وعلقت على هذايا، شنو معناتها شوا تكنيك؟ استغفر الله، معناتها قرآن كريم، عملت دي شوا تكنيك، عملت اختيارات فنية، الاختيارات الفنية يتفسروا سي عمار هكا ولا لا، عملت دي شوا تكتيك، لي شوا تكتيك يتفسروا إيجالمون، مش تقول شوا تكنيك معناتها حتى إنسان ما عنده الحق مش يدخل معناتها في المسألة هذه ولا باش يسألني سؤال ولا يطلب تفسير. نجيو توا للجزئيات. سعد بقير كل متفقين عليه. أنا نمشي أكثر من هذاك. أنا نمشي أنا الخزري يجمو يرجع. وقت تشوف الخزري الروندمون تاعو في ليكيب ناسيونال وتشوف معناتها لي موايان نتاع خزري، معناتها لي موايان يظهر لي خزري عنده لا ميور موايان في تاريخ تونس، معناتها قداش من مباراة وقداش من هدف سجلهم. 25 ماتش في 40 25 بيوت في 42 ماتش ولا حاجة هكا، إلى لا ميور موايان. معناتها احنا مش ناخذ أحسن اللاعبين التوانسة اللي نجموا ينفعونا في الكوب دافريك هذيا. بالموازي وقت ناخذوا احنا لي ميور جوار، غير بيان سور الخزري بور موا سي ان جوار كي تري امبورتون وقتها. لكن الخزري هو اللي كبر على المنتخب وعمل. شوف اسمعني، اختار باش يعتذر. ريت توا بقير، ريت بقير اش قال؟ ريت بقير اش قال؟ ثم اشياء صاروا يصيروا في الفريق الوطني يخلي انت تعرف ان انترناسيونال، ان انترناسيونال يجي يخرج وحده. إليا دي ريزون داخليه، ما عندها حتى داخليه. اجواء الفريق الوطني، شكون يحكم في الفريق الوطني، الحاجات اللي صايرين، لانه اليوم راهو في اخر. باش تقول يوسف مساكني معاه، هذا هو مازال باش تقول لي. لا ما قلتلكش يوسف مساكني، نسال فيك سامي فلوريان هذيا. لا سمع، تفضل. اذا كان السيد حس بروحه ما عادش مرتاح، نعملوا اي بشويه. اذا حس ما يجيبش يصلح سعد بقير زاد، مش على سعد بقير بشويه. سعد بقير وقت عيطوا له اربع مرات يقع الاقصاء نتاعو، هو بيدو مش مرتاح، حس روحه مش مرتاح، والى فين ديكلاراسيون. الخزري أي. سعد بقير والخزري سي با لو ميم كا، لا من ناحيه ليتا ديسبري، لا من ناحيه الشخصيه، لا من ناحيه التاثير في المنتخب. بعد على بعضهم يعني بعيد كل البعد. كان تري ريت وهبي الخزري، وهبي الخزري ما ينجمش يكون تنحى من ليكيب ناسيونال على خاطر من وسط الجروب معناها ناس عملت له. انا نحكي لك على حاجه مستحيل. انا نعرفه مليح، لعب معايا أي. ونعرفه، فهمني. انا نحكي لك انسان صعيب كاركتير وصعيب. نحكي لك هو حب يعتزل أي. هو حر. نحكيو سو لو بلان دو شوا تكنيك. في الموازيه مع لاعبين مهمين ما مشاوش ولا ما عطيهمش الفرصه نتاعها، ثم لاعبين وفاو وقت نقولوا وفاو تو نسميوهم في الكان وسميناهم قبل، اما تو تشوفوهم كان يمشيوا الكان. معناتها في الموازيه هذوما معناتها دو بوا دو مزور، يلزمك تاخذ لا ميور ايكيب بوسيبل. السؤال باش نختم بعد نرجعوا للموضوع هذايا، هل جلال القادري قادر انه يعمل احسن قائمه حسب رأيه هو؟ انت جاوبت لا، بالطبع لا. وقت عندك هذوما تو سي انترفونون، هذوما اللي نعرفوهم تو سي انترفونون، اونو كان كا جلال القادري بوتيتر il va faire encore plus plaisir معناتها des agents، mais انا بالنسبه لي انا il ne va pas faire le bon choix. اللي بون شوا. الحاجة الأخيرة اللي نحب نقول، النداء للوزير. أنا نحب نعمل نداء للوزير اليوم، وقت تم العديد والعديد والعديد من الأطراف المتداخلة واللي هي تأثر على الجو العام في الفريق الوطني، ومش تأثر إن شاء الله لا، معناتها تأثر على النتائج وعلى الأمبيونس الواحد وكل. هي ثم مسألة رياضية، ثم مسألة أخلاقية، ثم مسألة وطنية. سيتانونترنيور ناسيونال، أنا بالنسبة لي أنا يلزم يعيط له الوزير بور لو راسوري، يقول له نحن معاك، عامل القائمه نتاعك، اخدم الخدمه نتاعك. لكن ايضا مش ينبهوا على خاطر، كان جلال القادري عامل الحسابات نتاعو، انا هاني باش نعمل كان وباش نمشي،
ابري موا لو ديلوج يا خايبه المسعى. فهمتوش الميساج، سامحني سي عمار، فهمتوش الميساج نتاعي. ولكن هو قادر يقول انا باش نمشي للكوب دافريك هذيا، انا نخدم مصالح نتاعي ونخدم مصالح للناس، الناس اللي نتاعي واللي هما يحكموا في الواحد وكل، نخدم الخدمه هذيا. ويقول بعدي انا الطوفان بطوط المانيير. شنو هو رسالتك للوزير؟ شو يعمل مع جلال القادري؟ عيط له يقول لك عندك مسؤوليه. احنا نمشيو معاك، عندك مسؤوليه، راهو ثم اليوم درابو، لا ثم لا اجون. يحملوا مسؤوليته يعني. يحملوا المسؤوليه نتاعو، يحملوا المسؤوليه وينبهوا، لانه هوني ثم علم. وخشيتي الكبيره انا معناتها مو سي ان بريسونتيمون، انا متيقن انهم باش يصيروا اشياء مش باهيه بالكل. واضح سامي العكريمي، فاصل اشهاري ونرجو نواصلوا بقيه فقرات حصتنا.